فينا نقول إنه القهوة صارت جزء ما بيتجزأ من حياتنا. فبمناسبة عروضات الأسبوع من سيدرس، منتجنا اليوم حيساعد تنحصل على كل احتياجاتنا بطريقة سهلة ستيسي وآمنة. جوانا، أكيد عم نحكي عن مكنة تحضير القهوة من ماركة أريات الإيطالية يلي رح تحضر لنا كل أنواع القهوة، الإسبرسو، الكابوتشينو، حتى اللاتيه بطريقة سهلة وكمان بلا عذاب. ستيسي، قبل ما نكفي بالحلقة حابة أسأل، إن إحنا كل يوم نبلش نهارنا بكباية قهوة، مزبوط، قد إيه عم بتكلفنا هيدا؟ يعني عم بتكلفنا أكثر من ما مفروض ندفعه بالأسبوع جوانا. مزبوط. فاليوم مشاهدينا الأريتي مودرن كوفي ميكر من سيترس كانت ب 999 ريال سعودي، أما اليوم صارت بس ب 499 ريال سعودي، يعني السعر ستيسي ولا مرة صار عنا بسيترس. خلينا ستيسي نبلش نعرفهم أكثر عن هيدا البرودكت. مثل ما شايفين عنا كبسة الأون والأوف اللي موجودة بالنص، عنا هيدي اللي شايفينها مثل الستيم، هيدي اللي بتخلق، بس نكبسها بتسخن المي اللي موجودة بقلب الخزان، وبس بدنا نحضر القهوة نكبس على الكوب اللي موجود هون صراحة ولا أهين. والحلو جوانا أنه عنا هيدا الغطاء الموجود فوق، عنا هيدا الملحق اللي بيخلي من خلال هيدا الملحق الثاني أنه نثبت البان، يعني نحن منصير نعرف قدي الكمية بدنا نحطها، هيك ما منكتر ولا منقلل. مزبوط. وبهيدا الغطاء الثاني الموجود هون منحط المي، وأكيد من ورا ببين الماكسيموم والمينيموم قدي بدنا نحط مي بقلب المي. مزبوط. والأحلى كمان أساسي أنه مش بس مشاهدينا منحط البن العادي، فينا كمان نحط بقلب البن المطحون الحبوب، يعني صح لحتى نطحن نحن من خلال هيدا الملحق اللي موجود عندنا. فانا رح احط هلا البان. انا كثير بحب القهوه، يعني انا ما بفيق الصبح ستيسي بلا فنجان قهوه. والحلو يا جوانا انه انت فيك تنقي الدرجه من الاولى للثمانيه، يعني انتم قد ايه بدكم انه الحبوب تكون مطحونه، صح. يعني اذا بدنا اياها تكون كثير خفيفه، يعني ناعمه، يعني او شوي خشنه. مزبوط. فعليكم مشاهدينا من هون عندنا من الواحد للثمانيه، انتم بتحددوا قد ايه بدكم تكون نسبه الطحن. فبس علينا نكبس هيدي الكبسه لتحت، بنبرمها، انا بدي اياها مثلا على الثمانيه فور اكزامبل لنفترض، بنعليها ومنرجعها لحتى تعمل لوك. هالقد ومننا لحالها جوانا من خلال هيدا الملحق منحطه هيدا هون على هيدا الشكل، ومنكبسها لجوا، ومنكبسها لجوا، ومنه لحاله نزلنا البان مثل ما شايفين. مثل ما عم بتشوفي جوانا انه اخذت وقت، يعني اخذت وقت لتنزل. ليه؟ لانه عم ينزلوا خشنين. خلينا نفرجيهم كميه البان اللي نحن هلا طحناها من خلال هيدا الملحق. انا يعني فيكم تكتروا، فيكم تحطوا قد ما بدكم، اكيد مثل ما قلنا بهيدا الملحق ستيسي شو بنعمل؟ بنثبت على بنثبت البان اكيد الكميه اللي بدنا اياها، ومثل ما شايفين كيف ثبتوا على هيدا الشكل. صراحه كثير حلوه، كثير سهله تستعمل البان المطحون، ريحه كثير حلوه، يعني الحلو انه عم تعملوا قهوه فريش بقلب بيتكم ومن دون اي تكلفه اضافيه. بدنا نرجع نذكر انه السعر كان بسيترس ب 999 ريال سعودي، اما اليوم صار بس ب 499 ريال سعودي بمناسبه عروضات الاسبوع من سيترس. يعني بس 7 ايام بتقدروا تحصلوا عليها لهيدا المنتج بهيدا السعر، وهيدي لاول مره بتصير بكل سيترس. مشاهدينا نحن هلا حنحضر اول فنجان قهوه لقلنا بالحلقه، فنحن بس اللي علينا نعمله انه نحطها على هيدا الشكل، وبدكم نبرمها لهيدا الميل، ولاحظتوا هي شوي بتكون قاسيه لانه هيدا كرمال تحافظوا على سلامتكم حتى تتاكدوا مش انه ممكن تفلت اثناء الاستعمال، صح. فنحن هلا دورناها واكيد بنحط رح نحط الفنجان. رح ساعدك جوانا. اوكي يلا، فانا رح اكبس لكم على مثل ما اتفقنا على هيدا الكب، بنكبس بنحضر اول فنجان قهوه. أكيد جوانا نحن تقريباً ابتداء من خامس ثانية من لحالها عم ببلش تنزل القهوة، يعني ليك أول شيء الريحة، ليك الشكل الفومينج، وأكيد نحن نعملها ستوب قد ما بدنا، قد كبر الكباية. مزبوط. وأنا رح وقفها، كيف نوقفها؟ ليك الفوم، ليك الريحة الحلوة، ريحة القهوة بتحسيها طازة، يعني ولا أحلى ستيسي. والحلو يا جوانا أنه فينا نحط كبايتين كمان. مظبوط، يعني فينا نحضر 1 كب او مثلا لشخصين، يعني انا اذا عبالي حضر لستيسي بحط فنجانين بقلبها على سوات بعض، وبضيفها فنجان قهوه لستيسي. ومثل ما شايفين القهوه تحضرت من خلال 5 ثواني بس، واكيد فيهم ينزلوا الترسبات اللي عم ينزلوا، وها رح نحكي فيها باخر الحلقه. هيدي خلينا اياها لبعدين. انا انت حضري الباقي، انا رح كفي جوانا، رح اشرب هيك هيك شوية قهوة لحتى نكفي الحلقة على رواق. والحلو يا جوانا انه مش بس فينا نحط بن حبوب، فينا نجيب بن مطحون، يعني انا من خلال هيدا الملحق مثل ما قلت لكم عندي بن مطحون. جوانا انا بعرف انه انت بتحب البن مطحون اكثر من الحبوب، صح. واكيد نحن بنحط من خلال الملعقة قد ما بدنا حسب الكمية اللي بدنا اياها، واكيد بدي ثبتها من خلال هيدا الملحق، ومثل ما شايفين
يعني طريقة كتير سهلة جوانا. هيك ستيسي نضمن إن إحنا ما رح نحط كمية بن أكتر أو أقل. يعني نحنا مثل ما عم بتشوفي بطريقة كتير سهلة نحنا منثبت أكيد هيدا الملحق مثل ما شايفة. وأكيد نعمل له اتفقنا مثل ما شايفة. وأكيد هلأ رح نعمل نحنا دبل شوت. بستعمل كبيتين. أكيد مثل ما عم تشوفوا هلأ بلشت ترج، يعني المي أصلاً كانت سخنة حامية، هلأ منها لحالها ليك جوانا واو عم بتنزلنا الكافي. وبرجع بذكرك بالريحة اللي عم بتكون كتير حلوة وطازة، هيدا أهم شي فيها. أوكي ما كتر قلت لك ما بحبها تقيلة، ما أنا بحب القهوة بس مش تقيلة. هلأ أنا رح أقول لك شغلة، أنت حكيتي إنه فينا نحنا نغلي الحليب، يعني مزبوط. في هيدي الكبسه اللي انتم شايفينها نحن مزبوط الستيمر مثل ما شايفين. انا هلا بهيدي الكبايه رح ادلق الكبايتين اللي عملنا فيهم كافي. شو بدنا نحضر يا ستيسي هلا؟ شو على بالك؟ شو اقول لك؟ انا على بالي كابتشينو. يلا رح اعمل لك كابتشينو. يلا اكيد نحن ما كترنا كثير الكافي. اوكي دي. انا حاطه مثل ما شايفه جوانا الحليب، انا حطيته على هيدا الشكل. انا اكيد رح اكبس الستيمر، رح احط حليب هون وهيدي الكبسه هيها. نكبسها ومنها لحالها نكون كبسنا الستيمر صح، ومنكبس الكبسه الفوقانيه واكيد عم بتطلع الصوت، وهي منها لحالها رح تعطينا فومينج للحليب صح. ونحن قد ما بدنا فينا نكتر فينا نخفف. انا رح اتركها تقريبا ل 30 ثانيه. يعني في احلى من هيك مكنه جوانا؟ نحن عم نوفر كثير بقلب البيت صح. يعني بدل ما نحط مثلا الحليب ونجريه على الغاز وننطر او يصير الحليب او يصير اي شيء، نحن هلا عم نسخن وبنفس الوقت عم نحضر الفوم اللي حيكون كثير حلو وطيب، ونحضر اطيب كابتشينو بهيدا المشروع. وبدنا نذكر بالسعر مشاهدينا، كان سعرها بسيترس ب 999 ريال سعودي، اما اليوم صارت بس ب 499 ريال سعودي وبس لمده 7 أيام. يعني هيدا العرض ما بيصير الا مره كل قد ايه. سيترس بحياتها ما عملت لنا هيك. جوانا انا بحس انه خلص هلا بلش يرغي الحليب، طلعنا الفوم الحلو. هلا رح نحضر الكابتشينو، رح ندلق الحليب بقلب القهوه. ليكي جوانا مثل ما عم بتشوفوا كثير حلو. يعني احنا ستيسي فينا نحضر ثلاث خصائص بخاصيه واحده، سخنا الحليب، حضرنا الفوم، حضرنا الاسبريسو، وحضرنا كمان كل انواع القهوه اللي احنا ممكن نعوزها او اللي ممكن نحن نطلبها. مزبوط. بدي ارجع اذكركم انه انتم فيكم تستعملوا عده انواع بن مطحون او بن حبوب، واكيد فيكم تعملوا كبايه كبايتين او حتى تعملوا فومينج للحليب، فيكم تعملوا كابوتشينو لاتيه وغيرهم صح. واخر شيء بدنا نقول لكم اياه عن هيدا البرودكت، رح شيل فنجان القهوه اللي انا حضرته اللي رح نكفيه بعد شوي، انه سهل التنظيف. مثل ما شايفين عنا هيدي الصينية اللي موجودة هون معمولة من الستينلس ستيل جوانا. هيدي من الستينلس ستيل، يعني احنا بنقدر ننظفها ونغسلها بغسالة الأطباق إذا بدكم ما بتصدي. وهيدي كلها التري بنقدر نشيلها لحتى ننظفها بكل سهولة، وحتى بنرجع بنرجعها بطريقة كتير سلسة ومريحة وما رح تعذبكم ابدا بالتنظيف. بدنا نرجع نذكركم انه سعر هيدي المكنه بسيترس ب 999 ريال سعودي، اما اليوم صارت بس ب 499 ريال سعودي لمده 7 ايام بمناسبه عروضات الاسبوع. مشاهدينا فما تنسوا انكم تتصلوا على الارقام اللي عم تمرق على الشاشه لتحصلوا على عرض الاريتي كوفي ماشين خصيصا من سيترس. عم نقدم ماكينه تحضير القهوه من ماركه اريتي، نقدر نحط البن حبوب لانه عندها خاصيه طحن البن، وبنفس الوقت فينا نحط اي نوع قهوه بدنا اياها ان كانت مطحونه او حب. بتساوي لنا كوب او كوبين من القهوه، وعندها خاصيه البخار لتحضير رغوه كثيفه مناسبه للقهوه الاسبريسو والكابتشينو. طلب الاستفسار عن هذا المنتج اتصل الآن بالرقم المرادف لبلدك على مدار 24 ساعة. يمكنك أيضاً الطلب بسهولة من خلال الواتساب، ببساطة صور المنتج وارسله عبر رقم سيترس على الواتساب. وللتسوق عبر الإنترنت قم بتحميل تطبيق سيترس من خلال الأب ستور أو الأندرويد، أو زر موقعنا الإلكتروني citrus.com. اتصل الآن، نحن بانتظارك.